يعطيكم العافية شباب وصبايا. رح ناخد اليوم اكزرسيس جديد عن البروبابيليتي. اون ايزين فابريك دي مونتر 4% دي مونتر بريزونت ان ديفو الفا 5% دي مونتر بريزونت ان ديفو بيتا 2% دي مونتر بريزونت لي دي ديفو. اوكي، هلا نحن عندنا يوزين، عندنا مصنع بيصنع ساعات، 4% من هول الساعات اللي بيصنعهم عندهم مشكلة، بيطلع عندهم مشكلة اسمها ألفا، 5% بيطلع فيهم مشكلة اسمها بيتا، 2% من هول الساعات بيطلع فيهم مشكلتين سوا، ألفا وبيتا. اوكي، اون شوازير اين مونتر، بناخد ساعة من هول الساعات اللي بيصنعهم هذا المصنع. Et on considère les événements suivants. A. La montre choisie présente un défaut alpha. B. La montre choisie présente un défaut bêta. Calculez les probabilités des événements suivants. La montre choisie présente au moins un défaut. La montre choisie présente uniquement le défaut alpha. La montre choisie ne présente aucun défaut. Solution. نحن عنا إذا solution. نحن عنا أول شيء بدنا نجيب the probability إنه يكون عنده present au moins un défaut. Au moins un défaut يعني يا A يا B، يعني A union B أو A أو B، على القليل بده يكون عنده ديفو يا A يا B. فإذا أول شيء PDA union B، يعني يكون عنده المونتر اللي اخترته أنا ديفو ألفا أو ديفو بيتا أو اثنين سوا، هي PDA plus PDB moins PDA under B. أوكي، كتير سهل الشغل. PDA ما هي عم نجيبها من هون، هو قايل لي 4% دي مونتر بريزونت ان ديفو الفا. شو يعني 4%؟ يعني البروبابيليتي دي A هيدي بتعني ما الA بيقصد انه الفا يعني هي A، يعني PDA نقصد هون انه PDA هي 4% يعني 4 سير 100. PDB يعني 5 سير 100. اوكي، PDA انتر بي، PDA انتر بي يعني هي 2% يعني 2 على 100، يعني عندها ديفو الفا وديفو بيتا، هي 2 على 100. اوكي، هيك نكون حللنا اكثر. فاذا PDA كثير سهل، هو 4 سير 100 plus 5 sur 100 moins 2 sur 100. إذا الجواب النهائي 4 plus 5 9 moins 2 فهو 7 sur 100. هذه أول وحدة. ثاني شيء شو بده؟ لا مونتر أو عفوا نو، لا مونتر شوازي بريزونت uniquement le défaut alpha. أوكي، عندها ديفو ألفا بس. شو معناتها؟ معناتها بده تكون A، يعني PDA موان بي، يعني PDA انتر ببار، يعني معناتها هي PDA ناقص PDA انتر بي. كلهم هوا قواعد، هودي رح احفظهم، هودي قواعد. PDA موان بي ايجال PDA انتر ببار ايجال PDA ناقص PDA انتر بي. فاذا PDA شو هي؟ هي 4 سير 100، PDA انتر بي هي 2 سير 100، فبيطلع جواب 2 سير 100. اوكي، 3 لا مونتر شوازي ني بريزونت اوكين ديفو، ما فيهاش ولا ديفو نهائيا، ولا ديفو، ولا ديفو يعني PDA
اونيون كلها بار. ليش؟ لانه البي دي ا اونيون بي على القليل ديفو. شو ضد على القليل ديفو؟ ولا ديفو. هيك ما نفهم البروبابيليتي. اوكي، يعني هي واحد ناقص بي دي ا اونيون بي. هذه كمان قاعدة بفيديوهات سابقة اخذنا، يعني واحد ناقص سبعة على مية، يعني 93 على مية. وهيك بنكون اشتغلنا لهذا الاكزرسيس، كتير مهم. يعطيكم العافية.